السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمن الفتن العظيمة التي حذر الله ورسوله منها فتنة الدنيا، قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة الدنيا، فروى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن ميمون أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هذه الدعوات كما يعلم المعلم الصبية، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. لقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتطلع إلى الدنيا وزينتها، قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كما أخبر سبحانه أن ما يعطيه للكفار من متاع الدنيا إنما هو لحقارتها عنده وابتلاء وفتنة لهم من الله تعالى، قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسر عليها يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد في تفسير هذه الآيات، يخبر جل وعلا أنه لولا خوفه على عباده من أن يفتنوا في دينهم وأن يتسارعوا إلى الكفر لجعل لهؤلاء الكفار تلك المنازل الرفيعة. وروى الترمذي في السنن من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تزل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي أن لو كانت تزل ما سقى هذا الكافر. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بالسوق فمر والناس حوله، فمر بجدي أسك، والجدي كما هو معروف صغار الغنم، والأسك هو صغير الأذن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذن هذا الجدي ورفعه وقال لأصحابه: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حياً لكان عيباً فيه، فكيف وهو أسك ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وروى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الدنيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم من الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أيها الإخوة الأفاضل،
كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الدنيا وزينتها. فروى الإمام الترمذي في السنن من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه، فقال عبد الله مسعود: يا نبي الله، لو أخبرتنا فاتخذنا لك وطاء، أي فراشا لينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صعد إلى مشربة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل فيها نساءه، وجده متكئا على رمال حصير قد أثر في جنبه، فدمعت عينا عمر لهذا المنظر، وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم، وأنت صفوة الله تعالى من خلقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال علي رضي الله عنه وهو يصف الدنيا: أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من حزن من افتقر فيها حزن، ومن صح فيها أمن، ومن استغنى فيها فتن، ومن سعى إليها فتنت، ومن قعد عنها أتت. قال الشاعر أبو الحسن التهامي: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا وزينتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.